حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم 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 لا مع غيركم، فنفوز فوزا عظيما. هي المعالي أبلتها يد الغير وصارم الدعاء، لا ينفك ذا أثري عنك يا سعد. والحب ناحية وخلني وسؤال أرسم الدثور يتساءل أين العلا كان إشراق الزمان بهم، إشراق ناصية الأكام بالزهري الجواب جار الزمان عليهم غير مكترث، وأي حر عليه الدار
لم يجري وكيف تسلم من جور الزمان يد خانت بآل علي خيرة الخير. تسأل الدنيا ايش عندك يا علي؟ يا دنيا إلى اليوم مش عندك مع شيعة علي؟ ما أدري أكو ثارات بين هذه الدنيا وبين أمير المؤمنين. أتوقع الجواب لأن أمير المؤمنين طلقها ثلاثة وقال يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا لا رجعت ها لي فيك. يا ابو الحسنين ترجعني ذليل او خاطر مكسور، ما تدري انا الدنيا ودارت تفت صخور، كم من بيت خليت بعد الطنطنة خالي، وكم سلطان نزلت وخليت العبد والي. أجيلك يا علي وتقول لا تتعرضي حالي وتكسر خاطري، والله يا لخلي خاطرك مكسور. ودورانت إذا دارت عليكم يا علي بتشوف الزهراء بروعها وبقودك بالحبل مشتوف، وإلى المسجد قودون كراسك يا علي مكشوف، وبيك تحط كل الناس وسيف الكل عليك مشهور، والمنبر لخلي عليه يصعد فاجر وكذاب يفتي بالشريعة زور ويعصر زوجتك بالباب، وتاليها يا ابو الحسنين ضربة بوسطتين محراب، وعلى مصابك تخلي عليك ما تمها تحط الحور. وأما الحسن باسم وبقطع مهجة فادة وبخليه يتلوى، يا ويلي بمحضرة أولاده، وإذا شالوا بتابوته بنو هاشم على العادة بيه تشوفنا الشابي على ذاك العزيز يثور. وام حسين الشهيد لازم تجيلك يا علي علومة، لخلي بيته النير بصحنة تصرخ بوما، وبطرد من وطن جدة وبروي كربلا دموما، وبخليه على الثرى مطروح لا سدر ولا كافور. وزينب ما لها نصيب من هالأذى كله يا دنيا. وذيك العزيزة اللي انت دايم تشمها وبنص الليل تزورها جدها والبتول امها، لخلي يزيد بالمجلس على المنبر
يشتمها وبيد راس والها وكاسات الخمور الدور. وانا سائلك الان سوتها الدنيا لولا وقفت زينب بذاك المجلس بين يدي يزيد؟ ها ماكو احد يردع عن اهانتها، كأن بزينب تنظر يمين شمال ماكو احد من اخوانها. تقول انا وين وين الدواوي، والله الدواوي انا اولاد عم الهاشمين، اي والله انا مخدرت عبايا يا سويحسين. ولكن الامر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي والعظيم. عطروا مجلسنا هذا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين. واضح بأن الإنسان هو أفضل المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى، وأسماها مرتبة، وطبعا هذا بصريح القرآن في كثير من النصوص القرآنية، وهذه الآية المباركة هي منها، حيث أنها تتكلم عن التكريم الإلهي لبني آدم فضلا عن آدم نفسه، حيث أن الله سبحانه وتعالى أسجد له ملائكته. هو مخلوق نعم من أديم الأرض، من ترابها، من طينها، ولكن جعل له شرفية ومقام بحيث أنه جعل منه ومن ذريته أفضل المخلوقات، أفضل ما هو موجود على هذه الأكوان فضلا عن هذا الكون وهذه الأرض. وبإمكانه فتح المجال بأن جعل من هذا الإنسان، طبعا الآية تقول يعني وفضلنا على كثير، يقول ممن خلقنا على كثير، يعني معناته شنو؟ يوجد يعني مخلوقات أفضل من الإنسان، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الباب مفتوحا لهذا الإنسان أن يكون دائما هو الأفضل. لذلك يوجد الملائكة أفضل من الإنسان، ولكن باستطاعة الإنسان إذا ترقى في مدارج الكمال واستطاع أن يتخلى عن المادة الذي هو خلق منها وتجرد
أن يصل إلى مقامات عظمى أنه أفضل حتى من الملائكة. بيده ذلك، وهذا هو محض الاختيار الذي يتكلم عنه الله سبحانه وتعالى. الإنسان مختار ليس مجبورا. على كل حال، فوضع يعني من أوجه التكريم الإلهي لهذا الإنسان أنه عجيب. شوف، سن كثير من السنن والآداب التي تكلم عنها رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شوف هذا الإنسان من عظمته وتكريم الله سبحانه وتعالى له أنه لدخوله في هذه الدنيا له تكريم وله تفضيل، وكذلك حتى في خروجه من هذه الدنيا أيضا له تكريم وله تفضيل، ولا ترى هذا التكريم وهذا التفضيل إلا للإنسان فقط. يعني مثلا ترى أنه، وهذا طبعا من الأمور اللي قد يكون ما يلتفت لها كثير من الناس، أنه في حد ذاته الموت هو تكريم إلهي للإنسان. الموت الذي يعتبره الناس أمرا مخيفا ومرعبا حتى شنو بسماع اسمه فضلا عن حقيقته، هو تكريم إلهي لهذا الإنسان إذا دقق وفكر وحقق هذا الإنسان. وبعد ما بعد الموت، الإجراءات هذه والآداب التي تعمل لهذا الميت، هذه أيضا من التكريمات الإلهية لهذا الإنسان. القبر، حفر القبر لهذا الإنسان وصنعه هو تكريم إلهي. تخيل بأن هذا الإنسان عندما يموت يترك في العراء هكذا من غير شنو دفن ومواراة، ماذا يصدر من هذا الإنسان؟ واليوم حقائق علمية أثبتت بأنه لا توجد رائحة ممكن أن تنبعث من مخلوق أنتن من الإنسان حين موته، ولا يمكن إخفاءها إلا بالتراب. والله سبحانه وتعالى وضع خاصية في الأرض وفي التراب بأنها تخفي مثل هكذا روائح. وكثير هي الأمور على كل حال، والآداب والسنن بالنسبة للإنسان عند موته. أنا كلامي ومحط كلامي هو في الآداب التي سنها هذا الدين الإسلامي على لسان الرسول صلى الله عليه وآله في استقبال هذا الإنسان لهذا الوجود. بعدما كان عدما شيئا لا يذكر، بعد ذلك جاء إلى الدنيا. كل المخلوقات أجلكم الله، الحيوانات كذا، تأتي إلى الدنيا، قضية الولادة والخلق وكذا نشترك مع كثير، بل كل الحيوانات فيها. لكن من شوف هذا التكريم وهذه الآداب تسن إلا للإنسان. من هذه الآداب، وطبعا لها ثمرات ولها فلسفات هذه الأمور، يعني من الآداب التي وردت في استقبال المولود، ونحن في هذه المناسبة، مناسبة العقيقة الجماعية للإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الخير والبركة في أولادهم إن شاء الله وبناتهم، ويجعلهم من مواليد الخير والبركة إن شاء الله. أنه عندما يولد هذا الإنسان، شوف عظمة هذا الدين العظيم. أولا، من الحقوق التي تعتبر لهذا الإنسان، لهذا الولد، على والده. أول شيء عندما يبشر بأنه قد جاء لك بولد وبنت بعض الأوقات، وخلي تحت بنت يعني عدة خطوط، وهذا إن شاء الله بيجي الكلام عليه. وبعضهم عنده، وهذه من الأفكار الجاهلية، أن الأولاد فقط هم الذكور، أما الإناث لا يعتبرون من الأولاد أصلا، وهذا بيشوف على لسان بعض فقهاء المسلمين. يعني على كل حال، أول شيء قال إذا جئت لهذا الولد أن تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم في اليسرى، لعله من فلسفات هذه الأمور.
الأذان والإقامة يحتوي على شنو؟ لب التوحيد والدين. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، شو تحكي عن التوحيد؟ أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، تحكي عن شنو؟ نبوة، صلاة، كذا غيره، هاي كلها قاعد تحكي عن عقائد أنت. وأثبت علميا بأن أول حاسة تعمل لدى الطفل يا حاسة، حاسة السمع. فعندما هذا من نعومة أظفاره وتو طالع على الدنيا ويلقن هذه الحقائق وهذه العقائد تنمو مع هذا الإنسان، لأن هذه العقائد بالنسبة للإنسان شنو؟ الإنسان المسلم خريطة الطريق لما سوف يقوم به في الطريق نحو الكمال والحركة نحو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تحسين اسم هذا المولود، يعني تتقي له اسم شنو؟ مناسب، جميل. وطبعا الروايات تتكلم بأنه أفضل الأسماء ما حمد وعبد، عبد الله. طبعا وإن كان احنا عندنا شوية حساسية من عبد الرحمن، ولكن على كل حال هي أسماء هذه ممدوحة في الروايات وإن كانت ممقوتة لدى العرف. المهم أسماء من فيها عبودية لله، أسماء أهل البيت سلام الله عليهم. وطبعا هذا بعد من الأمور التي عندنا كلام وكلام فيها كثير، لأن هذا الاسم مهم جدا، انطباع على المسمى. يوم اللي تنتقي اسم جميل لهذا الولد سوف ينمو مع هذا الولد ويلقي بظلاله هذا الاسم الجيد على الولد، إن سلبا وإن إيجابا. أنت يوم اللي تسمي لك ولد صادق، هو صغير ما يعرف شنو صادق وما هو معنى اسمه، لكن عندما يكبر ويسأل أبويه أبي ما معنى صادق، قال صادق هو اللي يحكي مثلا كذا مع الحقيقة وما يكذب. فهذا يحاول شنو؟ يقارب هذا الاسم حتى يجعل الاسم على المسمى فيتأثر ويتخلق باسمه. والمشكلة أن اليوم صارت الأسماء هكذا، يعني ما كلها لا يعني ضبط ولا غير ذلك، أي اسم يعجبه يسمي حتى لو كان معناه كلش ملطيف. يعني اليوم والحمد لله شايفين الأسماء أنتم على كل حال بعضها أصلا ما لها علاقة بالدين، يعني أسماء غربية، أسماء بعيدة عن الإسلام وأجواء الإسلام، وبعضها يسمع له اسم هكذا يسمي. مثل واحد مثلا أشوف بعضهم شنو؟ مي، يسمي بنته شنو؟ مي، ومستانس على كل حال. مي شنو؟ قبل ما تسمي روح طالع شنو معنى الاسم. مي ترجع إلى القواميس اللغوية، مي يعني عرق، عرق يعني شنو؟ يعني خمر. أنت مستانس هواي يعني أنا مسمي بنتك على الخمر يعني. وكثير هي الأسماء. أصلا هذا بكرة هذا الولد عندما يكبر ويعرف شنو معنى اسمه أو هذه البنت وينقم على الأبوين، يعني خلص يعني قلت الأسماء في الدنيا حتى مسمينا هكذا اسم. وما شاء الله على كل حال، هذا الأمر الأول، التسمية الجيدة للولد. بعد يقولون من الآداب هو حلق شعر رأسه. من يوصل إلى اليوم السابع أسبوع على ولادته يحلقون رأسه، وطبعا هذا اليوم مو معمول به. من الآداب والمسنونات المهمة هذا أنه يحلق شعر رأسه ويوزن، وبوزن هذا الشعر شنو؟ يخرج من الدراهم والدنانير. وطبعا هذا الكلام شنو مستنده؟ يعني منو مشرع هذا الكلام؟ هو الرسول صلى الله عليه وآله، وسوف يأتي في طيات الكلام. هذا من الأمور. تحنيك الطفل، تحنيك بشنو؟ يقولون بتربة الحسين سلام الله عليه. تأخذ لك قليل من ماء الفرات، كما هو في الروايات ماء الفرات، يقول اليوم مو حاصل عند الإنسان هذا، أنا وين أجيب ماء الفرات؟ يقول يكتفي بماء عادي
ويخلي معه شوية من تراب كربلاء ويحرك هذا الماء وبعد ذلك يحنك الطفل. شنو يحنك الطفل يعني؟ ويأخذ هذا التراب ويوضع على حنكه بهذه الطريقة من اليمين واليسار. قد يكون فلسفات هذا الموضوع مو عارفينه، ما تكلمت عن الروايات، لكن قد يكون له تأثير نفسي وأخلاقي على الإنسان المؤمن كثير، نحو ارتباط بالحسين سلام الله عليه. ومن الأمور الجميلة جدا هو العقيقة، وهذا تكثيف كلامي حولي. العقيقة أولا لابد نعرف حكم العقيقة شنو، هل هي واجبة هي المستحبة شنو. طبعا يوجد آراء قديمة لفقهائنا قبل مثلا 700,000 سنة، يوجد آراء اليوم ما معمول بها، استفادوا من الروايات بأنه من كثرة الحث على العقيقة بأنها واجبة. وما عليه مشهور فقهاء الشيعة بأنها شنو؟ مستحبة، ومستحبة أكيدا. متى يبدأ وقت العقيقة؟ يبدأ وقتها من مرور أسبوع اليوم السابع. إذا وصل الطفل أو الطفلة إلى اليوم السابع يعق عنه. بماذا يعق عنه؟ لابد يعني كبش، ما يكفي دجاجة مثلا مثل ما بعضهم يسأل يقولون لا، لابد من الأنعام الثلاث، إما كبشا أو بقرة مثلا أو من النياق مثلا، الأنعام الثلاث. إنزين بعضهم يقول، وطبعا الآن أحاول أكثف كلامي حول مسألة العقيقة لعلمي بأن كثير من الإخوة المؤمنين يعني غايبة عن كثير من مسائل وقضايا العقيقة وشنو العقيقة، وبعضهم قد يكون يقدم على العقيقة بس ما يعرف أحكامها ووضاحها. على كل حال، إنزين الآن عرفنا بأنه يذبح شاة، مواصفات هذه الشاة هل مثل الهدي؟ الهدي مثل ما تعرفون بالحج يشترطون فيه شنو؟ شروط، لا يكون مكسور مثلا القرن، أن لا يكون كذا، لا يكون أعور، لا يكون كذا، مصاب في عينه أو أي عيب من العيوب البدنية فيه. بينما يقولون في العقيقة ما يشترط هذه الأمور، الأفضل الأحسن بأنه يختار سليم من العيوب، ولكن إذا ما حصل إلا هذا المعيوب يجوز لما يجوز؟ يقولون نعم يجوز. بعد ذلك يقول بعضهم، يسأل بعض الإخوان يقول يصير أنا أشترك مع أخي في عقيقة؟ يعني هو والدينا مولود وأنا والديني مولود، يصير نشترك خصوصا اليوم بعد يمكن شوية يعني قيمتها يعني الشياه وكذا غالية، يقول لك وتوصل لسبعين دينار مثلا، أنا مو بقدرتي يعني، يصير أنا أشترك وياه ونشتري شاة واحدة ونذبحها عن الاثنين؟ يقول الفقهاء لا، لكل مولود ذبيحة، ما يصير الاشتراك. وهذا ما يقع فيه كثير من الإخوان، يسوي مثلا عقيقة جماعية ويسوي القضية يعني، يقول سوي عقيقة جماعية أخي من هذا مبلغ وهذا مبلغ وهذا مبلغ، وبعد ذلك يشترون مثلا 3-4 أشياء وتصير شنو؟ عقيقة جماعية. عقيقة جماعية نعم، بأي طريقة؟ بأن كل واحد ذبيحة وبعد ذلك يخلط هذا بهذا ويوزع على الناس، أو أن يدعى المؤمنون له نعم، أما أنه يشترك في الواحدة ما يصير. هذا الشيء. بعضهم يسأل أنه أنا الآن وصل سني عمري إلى 60-70 سنة، ما أعرف أبي قد عق عني أو لا، ما أعرف أنا أبوي عق عني قبل لولا، هل يشرع لي الآن أسوي عقيقة لولا؟ يقولون الفقهاء نعم مستحب يجوز. يعني يبين من خلال هذا الكلام أن العقيقة مو جاية مختصة فقط بالمواليد الحديثي الولادة، بل يبين حتى مع كبير السن إذا ما عاق عنه يجوز.
أنه يعاق عنا حتى في كبره يصير. وهذه الروايات موجودة مثل ما هو منقول عن أحد يعني تلاميذ الإمام الصادق سلام الله عليه وهو عمرو بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، قال فأمرني أبو عبد الله أي الصادق عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ. والشيخ يطلقون على الطفل وعلى من تقدم في العمر، شيخ يعني 70 سنة فيما وما فوق، وأنا شيخ. وقال عمرو سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل امرئ مرتهن بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية. يوم اللي تصير عندك تزاحم أنا أقدم أضحية لو عقيقة، يقول لك لا العقيقة هي أهم وأوجب من شنو؟ من الأضحية. فعلى كل حال هذه مسائل نلتفت لها على كل حال في مسألة العقيقة. ويوجد مستحبات ويوجد أدعية جميل قراءتها عند شنو؟ عندما تذبح هذه العقيقة، مثل هذا الدعاء عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لأحد أصحابه إذا عققت يعني إذا أردت أن تذبح قل بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان ابن فلان. طبعا أنت تخلي الاسم المولود الآن فلان ابن فلان مثلا أحمد ابن إبراهيم، ها بعد ذلك شوف الكلام لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه وآله. مستحب هذه الأدعية. وطبعا يوجد تحسس من كثير من الناس من دي قضية العقيقة ويجي هذا السؤال إنزين يصير الأب يأكل من العقيقة لو ما يصير، الأم تصير تأكل من العقيقة لو ما يصير، وتحسس كبير من هذه المسألة. وناس على كل حال ماخذين على أنفسهم كثير أنه يبين لك أن مسألة يعني حرام وحرام كبير، والحال أنها أبدا يعني كراهة يوجد، لا يوجد لا توجد حرمة يعني. يجوز للأب يجوز للأم ولكن تشتد الكراهة بالنسبة للأم يقولون، لكن حرمة ما موجود، ما يوجد أحد من الفقهاء أن يقول بأنه حرام على الأبوين أن يأكلان من عقيقة ولدهما مثلا، ما موجود. وإن كان يوجد تحسس اجتماعي من هذه المسألة أن صار واضح بأن المسألة هي كراهة لا أكثر. نتيجة لهذا الكلام ألملم حديثي، هذه المسنونات هذه المسائل خصوصا للعقيقة قلنا أنها تشريع. من أول من شرع؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. في حق من؟ وقلت لك أنا سوف يأتي الكلام عن البعض أنه قلنا العقيقة عن البنت وعن الولد. يوجد بعض فقهاء المسلمين كالحسن البصري أحد علماء السنة وقتادة أيضا من علماء السنة يقول لا فقط العقيقة عن الذكر. ليش؟ قال مو فلسفة العقيقة شنو؟ هي تعبير عن الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. يعني الولد شنو؟ نعمة. بينما البنت مو محرز بأنها نعمة، مو معلوم هي نعمة، فلذلك شنو؟ ماكو عقيقة. شنو هالتفكير الغريب والعجيب يعني؟ بس الذكر يعقون عن البنت ما يعقون عنها، مو نعمة تعتبر، شوف نقمة يعني ما. على كل حال هذا التشريع أول ما شرع في حق الحسن سلام الله. هذه الأمور احنا عرفناها منها من السنن النبوية الأكيدة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله طبقها على الحسن والحسين عليهما السلام.
أول ما ولد الحسن أقام عليه هذه السنن، الحسين كذلك. لذلك يروي صاحب المعجم الكبير الطبراني رواية عجيبة، بحيث أنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا يروي الرواية عن أبي سعيد الخدري وهو من كبار الصحابة، على لسان أمير المؤمنين، وهذا تقول على أمير المؤمنين، بحيث أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسن والحسين والمحسن. وطبعا الحسن والحسين مسألة مفروغ منها، الكلام في المحسن. المحسن هو ولد، شوف شوي المغالطة، وهذا مو جايبينها اعتباط. لذلك دائما أقول إخوتي أحبتي، لنقرأ الروايات ما نقرأها هكذا ونمر عليها مرور الكرام، لابد من قراءة ما بين الأسطر، هذا الراوي ماذا يريد؟ عندما جاب هكذا رواية يريد يتحكي عن قضية عقيقة وخلص وسنة نبوية، لو يرمي إلى مقصد بعيد. قال بأن رسول الله عق عن الحسن والحسين والمحسن وحلق رؤوسهم وبوزنها تصدق بالفضة أو الذهب. خب الحسن والحسين قلنا مسألة مفروغ منها، المحسن شنو؟ المحسن أصلا هو ولد أو أنه أسقط، يريد يعفي ويسوي تشويش على مسألة شنو؟ إسقاط المحسن، يريد يقول بأنه هذا وليد وولد في زمان رسول الله وبمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مغالطة وهم كبير، حيث يريد شو يعمي على الأجيال بهكذا روايات، يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عق عن المحسن، والحال أن المحسن أصلا لم ير النور، يعني المفترض كان مثل أخويه، يعني على كل حال يولد حتى تقام عليه هكذا سنن وهكذا آداب، لكن شاءت الأقدار بأن هذا الجنين لا يرى النور بفعل ظلامة، وضعت وراء الباب حملا لم يكن قد آن لولا عصرها أن شنو؟ أن يولد، أن يوضع، لولا تلك العصرة لكان هذا بعد يبقى يكمل أيام وأشهر، ولكن أراد القوم أن يفعل هذا الفعل، أن يفعلوا هذا الفعل، وكل من بوصية رسول الله، وإحنا في أيام الزهراء سلام الله عليها، وصية رسول الله فقط بهذه الطفلة، بهذه البنت، ما عنده أكثر. وعجيب هذه الأمة على كل حال، وش قد ولد عند رسول الله يوصيكم به، بنت واحدة وما حفظتموها. أوصل إلى بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع، أفكان من حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء ضربا موجعا. وإذا هذه الوديعة، هذه الأمانة يقفون على باب بيتها، دعي علي فليخرج ليبايع وإلا أضرمنا عليكم الباب نارا. يجاوبوهم إن في البيت القرآن. وإذا الجواب شنو؟ وإن إن في البيت الحسن والحسين، يجي الجواب وإن إن في البيت علي خب علي ما لقيمة عندهم، يجي الجواب وإن إن في البيت فاطمة. هذه يعني المسألة المشتركة بين مع كل المسلمين، جميع المسلمين مقدس يعني خط أحمر عند الجميع فاطمة المفروض. وإذا الجواب وإن، وإذا هذه الزهراء سلام الله عليها بين الباب والجدار.
ويقول هو قنفذ، يقول عندها أسندت ظهري إلى الجدار وكل قوتي يعني وكل ما عندي من إمكانات عضلية وقوة وين خليتها برجلي. عندها يقول ركلت الباب ركلة حتى أحسست بأضلاع فاطمة تتكسر من وراء الباب. أنا من مناد وفاطمة، أنا من مناد وسيدتا، أسقط ذلك الجنين وظلت على هالحال. يقولون صارت بعد هذه الحادثة باكية العين معصبة الرأس. والعجيب أن مع هذا الظلم الكبير الذي لحق بها شي يقولون يأتون لعلي بن أبي طالب: يا علي لقد آذتنا فاطمة بكثرة بكائها، أذتنا، مخلها أما تبكي بالليل وتسكت بالنهار أو تبكي بالنهار وتسكت بالليل، لذلك يقولون صارت فاطمة تخرج وين؟ تذهب إلى البقيع وتجلس عند قبر أخوها من إبراهيم، أكو هناك شنو شجرة عراك، تجلس عندها وتستظل وتخاطب أبوها وش تقول؟ أبا يا أبا يا رسول الله قد كان بعدك أنباء وهمبثة يوم لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب إنا فقدناك فقد الأرض ومنها واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا. تروح القبر أبوها تأخذ حفنة من تراب ذلك القبر. ماذا عليا من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. قل لي المغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام الصير صرنا لياليا. بس غاب شخصك يا ولينا إجانا الصهاك بشياطينا وياهم حطبهم شايلين والله شايلين. وطلعت والها وحزينا وطلعوا
غاب علي وراسه مكشفين، والله مكشفين. من شافني المشرج بدينا رد لولا طمعنا بيمين يا 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 والله ورد لولا طمعنا يا 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 بيمين أمار على عبد ضربني والله ضربني ومن ضربته للقاع ذبني ولا اختشى منك ولا رحمني. بعد عندك تفصيل أكثر تقول قمت للباب لكن ما علي حجاب. أيوة فاطمة سادة اسمحوا لنا على كل حال أبيات أعرف صعبة ولكن شو أسوي. والله قمت للباب لكن ما علي حجاب بس حس الرجز بي من لذت خلف الباب. شو عصرني واسقط المحسن وصدر نعوم يا أب البسمار وجنين سقط وأيست منه. والله قامك يا ابويا ما رعوني ما رعوني واخلاف عينك مرمروني حتى لعد بيتي اجوني اجوني سطرة وعيوني واسقطوني يا 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 والله سطرة وعيوني و يا 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 سقطوني. والله ومن البيت عليك امنعوني امنعوني والله وين برا المدينة طلعوني يا 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 والله وين برا المدينة طلعوني يا 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 لعوني. وانت تعرف حبيبي اقول لك ترى هذا حقيقة تدري لولا ذاك الباب وذيك اللطمة تلك العصرة كان لليوم ما حد هجم عليه داره ما حد ضرب ما حد سجن ما حد ظلم في هذه الدنيا. لو ما الأول ما دخل في بيت حيدار ما حد على زينب يطب الخدر يقدر شف اللطم هادي شاد بصوت كسار ونار ورت بالباب وصلت للصياوي. والله يا فاطم ما ذبح بالطف بنينك إلا أثيم من قبل سقاط جنينك دخلوا عليك ووالدك يسمع ونينك يبكي رسول الله إذا يسمعك تونين. إن كان فاطم يا خلق كسرة وضلعها زينب مشت للشام والأيتام معها هذيك الأول من إرث بوها منعها وهذا منعها لا تجي يم جثة حسين وهذا منعها لا تجي يم جثة حسين. بنت من أم من حنين
من وإلى لمن سن ظلمها وأذى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما جرحانا من عليهم بالشفاء والصحة والعافية اللهم فك أسرانا لا سيما شيخنا المجاهد الشيخ علي سلمان وجميع المعتقلين والمعتقلات يا رب العالمين اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكيد اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين جماعتي الحاضرين فردا فردا لا سيما المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع اللهم اجعلها مواليد الخير والبركة إن شاء الله وأقدام خير وبركة على آبائهم وأمهاتهم وأسأل الله سبحانه وتعالى بحق فاطمة أن يرزق الذرية الصالحة لكل من ما عنده أولاد طبعا هذه المجالس كثير من الإخوة الأخوات يتصلون كذا يقولون لا تنسون مجالسكم خصوصا على الزهراء سلام الله عليها ما عندهم ذرية فاسألوا الله سبحانه وتعالى بحق فاطمة أن يرزقهم الذرية الصالحة ويقر أعينهم إن شاء الله بهم يا كريم يا رب العالمين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.